أعزائي المشاهدين، طبق البوفتيك من الأطباق اللطيفة جدا، ويعتبر من الأطباق كمان الفاخرة لما بتعمليه وتقدميه على السفرة، يعني شيء كتير مميز. حبتدي أنا هلأ أجهز الحشوة. عندي هون حبة بطاطس، مجرد أني أنا ححرسها بالشوكة، مش ضروري أنعمها كتير، لاحظوا مجرد هالحركة الخفيفة كفاية جدا. حضيف عليها اللحم المفروم، العادي لحم مفروم مقلب، وشوي من الثوم، نص الكمية، لأن أنا بعد هيك الثوم عايزاه لبقية المكونات. حنضيف البقدونس، قليل من جبن البرميزان. هالمكونات ححط لها شوية أوريغانو، نخلط هالمكونات مع بعضها ونبتدي نشتغل باللحمة. الزبدة أنا هون حابتدي أسخنها عشان على طول نشتغل فيها، ححط شوية زبدة. هحتاج هلأ قطعة من ورق الزبدة عشان أبتدي أشتغل باللحم. هاخد قطع اللحم ونتكلم شوي تاني على موضوع اللحم الاسكالوب. هو طبعا أنا بشتريه بهذا الشكل. هلأ في سوبر ماركت ممكن يوفر لك هذه، أو ممكن عندي اللحام تقولي له يقطع لك إياها بالطريقة هاي. هاخد شرائح اللحم وحطها بهذه الطريقة. أنا هلأ بدي أطرقها، فممكن أحتاج رشة خفيفة من الزيت. رشة الزيت الخفيفة هاي أنا بحطها بس عشان ما يلزق عندي اللحم. هغطيه بهالطريقة وأبتدي أطرق. هلأ بعد ما طرقت اللحم ببتدي أجهز التتبيلة اللي بدي أنقع فيها اللحم. هحتاج شوي من عصير الليمون، شوية فلفل أسود، وحناخد معجون المستردة، وعندي هون بصل مبروش. هذه الخلطة اللي حتبل فيها اللحم. حناخد قطعة اللحم ونحطها في خليط التتبيل بهالطريقة. وخليني هلأ أكمل خطوات كأني أنا، نفترض أنه أنا مطلعة من التلاجة، عم بسخن زي ما شفتوا شوية الزبدة هون. تتذكروا إحنا قلنا حنشيل شوية تومة على جنب، ححطهم هلأ مع الزبدة، هخليهم يتشوحوا شوي مع الزبدة. وأخذ قطعة اللحم المتبلة أحطها قدامي بهالطريقة. الحشوة عندي جاهزة، ومجرد أني أخذ منها وعلى طول على اللحم بهالطريقة هاي. ألف قطع اللحم على الحشوة في منتهى السهولة. باخد العود الأسنان ومجرد أني أنا بس بشبك هالطرف هذا في بعضه. هحتاج هلأ أني أحط قطع اللحم في قليل من الطحين، هيك بس يعني شي ربع كوب طحين كفاية جدا عندي. ما بدي إياكم تغلبوا حالكم وتجهزوا كمية كبيرة، بس تغطية خفيفة عأساس أنا لما هلأ حشوح اللحم الطحين بيحمل إياه. هذا السبب الأول. والسبب الثاني أني أنا بدي أحصل على صلصة سميكة شوي، فهالطحين بيعطيني كثافة للصلصة. وإذا حبيتوا بقى نفس بقية الطحين ارجعوا رشوا شوي على الصلصة إذا بدكم إياها أسمك، يعني مجرد رشة الطحين خفيفة هاي بس هالتغطية اللطيفة. وأرجوكم ما نغطي بالطحين قبل بوقت، يعني بنفعش أغطيه وأسيبه. التغطية هذه أبد، بس مجرد ما بدي أقلي على طول ببتدي أغطي. ونشوف هلأ، تذكروا إحنا حطينا الثوم يتحمص شوي، وححتاج هيك بس كنوع من المطيبات. ممكن تستغنوا عن هالخطوة إذا ما بتستعملوا المسكة، بس أنا ححط فص مسكة في داخل حوالي 3-4 فصوص مع الزبدة. هلأ بتسيح وبتعطيني نكهة طيبة جدا جدا. بتأكد أنه طبعا المسكة عندي دابت في الأول. خلوا بالكم أنا حطيت الزبدة مع المسكة والثوم، ريحتها ما شاء الله. أحط قطع اللحم أنتظر لثواني بسيطة وأبتدي هلأ أشوح قطع اللحم وأقلبها على كل الجوانب لغاية ما تأخذ اللون الذهبي اللطيف. حضيف بعد هيك عصير الليمون، أخذتوا بالكم لما أضفت عصير الليمون كيف أخذ اللون البني وهذه الصلصة اللطيفة. حضيف مي وحغطي القلاي واسيبها على نار متوسطة تغلي غلوتين، بعدين بوطي النار وبسيبها تاخذ وقتها في الطبخ وتبقى عندي بالشكل هذا الصلصة جاهزة. أنا عندي هون مقدار سخن وجاهز مع الصلصة، ريحته كتير لطيفة. نشوف مع بعض هلأ طريقة تقديمه.
فضلا لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات.